ولمناقشة الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول المحلل السياسي اليمني السيد نبيل البكيري. أهلا بكم سيد نبيل، بداية مع الأنباء التي تحدثت عن تقدم الجيش الوطني غربية محافظة تعز بعد اشتباكات مع الحوثيين، إلى أي مدى ترجع التقدم للجيش والمقاومة خلال الفترة الأخيرة؟ لا شك أنه التقدم الأخير في بالنسبة لمعركة تعز هو نتيجة لإعداد سابق لهذه المعركة، وهو أيضا ينسجم أيضا مع حالة التوافق الكبير بين أطراف المقاومة اليمنية أيضا والتحالف العربي الذي بدأ هذه المعركة والدعم وإسناد كبير في هذه المرحلة. نتمنى أيضا أن هذا الدعم والإسناد يستمر إلى نهاية المعركة، بالنظر إلى أنه أصبحت معركة تعز وتأخيرها ذات تداعيات كبيرة وخطيرة على مستوى حصار المنطقة الذي طال أكثر من 3 سنوات، أو أيضا على مستوى المعركة الكبيرة التي يتم الدفع بها في هذه المرحلة، أو يتم في دفع دولي باتجاه الذهاب للتفاوضات السياسية، ولكن هذه التفاوضات أو هذه المفاوضات السياسية لن تكون في صالح استعادة الشرعية لكل مكوناتها بقدر ما هي نوع من تغليف الانقلاب في إطار تحالفات أو في إطار مسار جديد للاعتراف في هذا الانقلاب. سيد نبيل، مع الحديث عن أن وحدات من الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع لميليشيا الحوثي شرقية مدينة تعز، هل هناك إرادة حقيقية لفك الحصار عن المحافظة؟ أنا أعتقد أن 3 سنوات كانت كفيلة بأن توجد مثل هذه الإرادة الحقيقية والقرار السياسي الحقيقي للذهاب في هذه المعركة إلى مرحلة فك الحصار واستعادة الدولة واستعادة مقدرات الدولة في هذه المرحلة، لأن تعز تمثل شوكة القبان أو بيضة القبان في معركة استعادة الدولة في اليمن. فلا، أنا باعتقادي لا يوجد أي خيار سوى استعادة هذه المدينة التي تمثل حجر أساس في مشروع الدولة والجمهورية والوحدة في اليمن. هيئات الشحن الدولي تحذر من مخاطر الحوثيين على أمن وسلامة الممرات البحرية، متى برأيك يبدأ تحرير الموانئ اليمنية؟ الموانئ اليمنية، هناك عديد من الموانئ اليمنية المحررة من المكلا إلى شقراء إلى عدن إلى البخاء، هذه موانئ كلها محررة، لكن للأسف هناك تعطيل لدور هذه الموانئ، لا ندري لصالح من في تعطيل هذه الموانئ، بينما لا زال هناك ميناء واحد فقط هو ميناء الحديدة الذي لا زال تحت سيطرة الحوثيين، وهو الميناء الذي يحظى بدعم وإسناد دولي عجيب ومباشر في هذه المرحلة، حتى ما إصلاح الكثير من الرافعات في هذا الميناء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في خلال الأسابيع الماضية. ولكن هذه الموانئ يمكنها أن تفك الحصار عن الشعب اليمني الذي يعاني من الجوع والفقر نتيجة طبعا للأوضاع المعيشية المتدهورة وطبعا نتيجة الحرب، يعني هل تعتقد بأنه سنكون هناك ربما انفراجة قريبة لهذه الأزمة؟ لا شك أنه معركة الموانئ واستعادة هذه الموانئ هو يصب في صالح المعركة النهائية، يعني بالنظر إلى أنها ستعمل على كسر حالة الجمود الاقتصادي في البلاد، ستعمل على تخفيف مدى المعاناة والأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن ويعيشها المواطنون في اليمن. نتمنى أن يكون درس 3 سنوات كافي بتجاوز كثير من هذه الإخفاقات والفشل الذي لحق بعضهم سير المعركة في اليمن. السيد نبيل البكيري المحلل السياسي اليمني كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا لك.